وهون حبيت اتفلسف زيادة عن اللزوم، فأنا حالياً رح بعد عن الكيك لأنه بعدين ما بعرف شو رح أعمل، رح أقعد أحط تلفزيون، رح أحط شجرة، رح أحط أي شيء بس مشان يطلع شكله حلو. تريا بس والله لذيذ. أوكي الفرن تبعي ما نو نار، الفرن تبعي مروحة سو إلكتريك، أظن شو بيسموه إلكتريك يمكن. المهم شغلت من فوق وشغلت المروحة كلها على درجة حرارة 180 وحطيته بالفرن تقريبا 30-35 minutes. بعدين طفيت اللي فوق لأنه حسيت أنه حمر وتركت شي 5 دقائق أكتر بس والمروحة شغالة ولسه على درجة الحرارة 180. هلأ على البوكس الكيك مكتوب درجة حرارة 180 بالنص صح؟ بالنص و for 40-45 minutes. بس أنا أحسب شفت أنه هو انتفخ كتير وحمر من فوق فتحت عليه شوي وحطيت سكينة وشيكت إذا السكينة نظيفة أو لا، إذا مو نظيفة يعني بدها تضل كمان شوي بالفرن، إذا نظيفة خلاص فيكم تطلعوها. اوكي سو رجعت على البيت من الجيم، طبعا سارة راحت بسيارة لحال، أنا رحت بسيارة لحال لأن كنا متيسين على بعض، هي بدها تروح بسيارة وأنا بسيارة، المهم رحنا فهي رجعت بكير فأنا ضليت. رجعت على البيت بلاقي سارة قاعدة هون لحالها هيك. إيه والبيت مرتب. والبيت مرتب. وكل شيء مرتب ونظيف وريحه البيت شمع حلوه كله رواق، في سجاده هناك محطوط برا كمان لانه ما نشفت مظبوط. كيف جعلكين تقولي اكلين حرب؟ اكلين حرب حلو حلو حلو. المهم بلطوا الحكي برجع بلاقي هالشيء هاد وشميت ريحه حلوه، انا بشم ريحه سويت انا نرفزتن. اقسم بالله بيكون تنرفز وعم يستنوا يبدع. مام يلا حد غيصة في داية لعد 20 19. Let's go. يا حلو والله عملها هيك. شو هاد قديتها بيه؟ ما بدي المسا باصبع. لا مسا ثاني عملها هيك. لا حلو. لا ممنوع. بس عملها هيك. بس عمل لها هيك. يو كوتشي كوتشي كوتشي. فلوفي. اوبا. اليوم في جاي لعنا ضيف. مشان هيك حاستنى انا لحتى اتخلص لحتى يجي الضيف بعدين ناكل. حاضر حاضر حاضر. المهم. هذا الضيف اللي جاي لعنا اليوم. صار لكم يمكن ما شفتوه سنة. يمكن اكتر. سارة قديه صار لك ما شفتيه؟ بس كان موجود بالعرس والخطبه. بس شفته قاعده ما كان مختفي عن الدنيا كلها. فجبناه نفهم منه ليش مختفي عن الدنيا. كل مره بنفهم منه ليش مختفي ما بنستفاد شيء. هلا حنشوف. عرفتوا مين؟ ذكروني اليوم قبل ما انام او ما تذكروا. لا ذكروني وارجيكم شويه فضايح من الصور اللي ما نزلت على اليوتيوب، اشياء ثانيه اشياء فيها فضايح كنت ناوي انزلها بس ما تبعت علي الا بعد ما نزلت انا الفيديو اليوتيوب. مبدئيا يعني كله جاهز حتى الفلاش جاهز بس باقي ورجيكم. بديكم شو عم تعملوا ولا الكورة. المهم والله في صور كثير حلوه. على الكاميرا لا بعرف احكي. لا كيف ما بعرف احكي مظبوط؟ ما بيقدر يبلع ريقه. ايه ما بقدر وانا عم بحكي، لازم ما فيني ابلع ريقي وانا عم بحكي. كثير غريب. غريب والله. المهم معلومه من جيبه من جيبه من هون من جيبه.